علشان نتكلم عن مهرجان نبتة بشكل أكثر تفصيلاً. رحبوا معايا بالفنان أحمد أمين. مساء الخير جميعا. انا بشكر الشركة المتحدة طبعا على اختيارهم ليا يعني كرئيس للمهرجان. وانا طالع على المسرح شايف النظرة في عينيهم وهم بيقولوا يا خبر ابيض ايه اللي عملناه في نفسنا ده، يعني ايه الاختيار ده؟ بس يعني ارجو ان هم ما يندموش ان شاء الله. والحقيقة هو في انا عندي ابن عنده 4 سنين، هو اصغر ولادي، وفي كلمه سؤال بيسالوني دايما باستمرار، بيسالني ليه، بيسال ليه كتير قوي. فانا اولا عايز اقول لكم، استعير منه بس الكلمه دي واقول لكم ليه احنا بنعمل حاجه للاطفال. انا اتمنى ابقى دايما جنب الاطفال، مش عشان خاطر انا اشتغلت 10 سنين كرئيس تحرير مجله اطفال، ولا علشان خاطر انا حاسس بمسؤوليه تجاههم ان انا المفروض اعلمهم حاجه. هو الحقيقه ان انا لما ببقى قريب من الاطفال انا بتعلم منهم كتير. احنا في حاجات احنا افتقدناها لما كبرنا، لو خدتوا بالكم موجوده عند الاطفال بس مش موجوده عندنا دلوقتي. الاطفال عندهم خيال اوسع، عندهم حب للحياه، عندهم طاقه، عندهم نشاط، عندهم نظره مختلفه ايجابيه لكل حاجه. وعندهم حاجه جدا مهمه جدا، فكره ان الطفل بيستمتع حتى لو بقى اقل الامكانيات. يعني اكيد كل واحد فيكم عنده اطفال، جات له اللحظه بتاعت انك تجيب لابنك هديه غاليه في كيس فيرمي الهديه ويلعب بالكيس، اكيد حصلت. فهو مش فارق معاه ايه القصه اللي ورا الهديه اللي انت جايبها له ولا ايه سعرها، هو فارق معاه ان هو يستكشف حاجه جديده وان هو يستمتع في اللحظه دي. وبغض النظر عن اي احداث بتحصل في اي حته في العالم، فسيظل الطفل له حق في الوجود وحق في الامان وحق في الأمان وحق في التعليم. وعلشان خاطر الأطفال هم اللي هيشكلوا المستقبل، فكمان ليهم حق في المعرفة والثقافة والوعي. من هنا جت فكرة نبتة. شركة نبتة هي شركة مفروض أنها تدعم وتصنع عوالم وقصص وشخصيات للأطفال وتقف جنبها تنجحها، علشان خاطر تتحول من مجرد محتوى لحاجات تانية كتير جدا حوالين الطفل، من أول المنتجات لغاية الفعاليات لغاية الانتراكتيف ميديا والجيمز وكل حاجة. لأنه هو ده الحاجات، أنا بحاول أستخدم حجمي إن أمنع الهواء بس مش قادر. كويس كده؟ فلأن هي دي الحاجات اللي بتبقى حوالين الطفل في كل حته، فاحنا ما ينفعش نكتفي بس بان احنا نقدم له محتوى. علشان خاطر كده نبته مش بس خبراء في صناعه محتوى الاطفال، نبته كمان فيها ناس مهتمه باقتصاديات الميديا وباقتصاديات صناعه ميديا الطفل تحديدا. واللي بتخاطبه نبته من اول صفر لغايه المراهقه المبكره. فاول مشروع نبته بتدعمه هي نبته صغيره طالعه من النبته بتاعتنا، هو مهرجان نبتة لصناعة محتوى الأطفال والناشئين. المهرجان هيكون ملتقى لأن في ناس كتير جدا في مصر موهوبة وعندها حماس، لكن في نفس الوقت تحديات لصناعة محتوى الطفل، فهنحط دول مع دول علشان الحماس ده يقهر التحديات دي. المهرجان هيكون فيه هتبقى الدورة الأولى، وهيكون فيه مجموعة كبيرة من الورش، ورش للحكي، ورش لصناعة الرسوم المتحركة ستوب موشن لو تسمعوا عنها زي ما هي باينة من الصورة، وفي ورش لصغار رواد الأعمال، وفي ورش لصناع المحتوى نفسهم هيكون فيها خبراء من صناعة محتوى الطفل من المصريين اللي تفوقوا في المجال برا مصر أو في مصر. طبعا أساس المهرجان هيكون مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال، وده رابط التقديم طبعا من دلوقتي. احنا يعني بنستقبل الأعمال سواء كان من الأفراد أو من الشركات. والفئات اللي هتشارك في المهرجان هتبقى يا إما أغنية للطفل، يا إما أفلام سواء كانت أفلام قصيرة أو أفلام روائية طويلة من كل الأنواع اللي بتقدم للطفل، يعني الأنيميشن بكل أنواعه 2D 3D ستوب موشن كات أوت كل الأنواع، أو تصميم لمشروع جديد. يعني ممكن اللي يشارك في المسابقة يبعت تصميم شخصيات وفكرة عمل،
أو هي مشيت بس أنا حافظهم، أو مسلسل للأطفال، أو كتابة المحتوى للطفل سواء كان على مستوى الشعر أو الكتب أو كتابة السيناريو. لجنة التحكيم هنعمل طقس لطيف جدا، وإحنا في نبتة دايما بنستعين بالأطفال نفسهم كجزء من الحكم على الحاجات وجزء من بناها ومن الأفكار اللي بتطلع. فلجنة التحكيم هتنقسم إلى مجموعة من الخبراء والشخصيات المهمة اللي ليها علاقة بصناعة محتوى الطفل والنشأ في مصر، وهيكون في مجموعة من الأطفال هيشاركوا كلجنة التحكيم. هيكون في جوائز خاصة وتكريمات، طبعا الفايزين في المسابقات هياخدوا جوائز، وهنكرم مجموعة من رموز صناعة المحتوى العائلي عموما في مصر ومجموعة من الخبراء، وهنكرم مجموعة من الأطفال المتفوقين في مجالات مختلفة. المهرجان مدته أيام 4 أو 5 أيام، لكن في أنشطة وخدمات على هامش المهرجان ده موجودة مع مهرجان العالمين طول الفترة من 11 يوليو لغاية 30 أغسطس، عبارة عن حاجات كتير جدا، أنشطة كتيرة جدا هتكون موجودة للأطفال، من أول أنشطة رياضية لغاية ورش صناعات يدوية لغاية ورش ودورات تعليمية وعروض وأماكن مخصوص للأكل، يعني علشان الأطفال عموما يقضوا وقت حلو طول فترة مهرجان العالمين. لكن الفعالية الأساسية هتكون مهرجان نبتة لصناعة محتوى الأطفال والنشء. نتمنى إن احنا نكون بنساهم بشكل ما مساهمة إيجابية في عقليات ولادنا اللي هم هيشكلوا العالم ده في المستقبل قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.